ألو، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بأبعاد منطقتي الجزاء يمكن إجراء مجموعة من التمارين المهمة جدا جدا، سواء تمارين لهز وتمارين تصويب أو الألعاب المصغرة أو تمارين ما يعرف بالتكتيك. فأنا اخترت اليوم تمرينين معروفات، يعني معروفات كثير بالساحة التدريبية، اللي هما اللعب 4 ضد 4 في كل منطقة جزاء، ويكون 4 ضد 4 اللي تلعب في منطقة الجزاء ثابتين غير منتقلين من منطقة جزاء إلى منطقة جزاء، بينما تكون الكرة متنقلة من منطقة جزاء، الكرة تنتقل لكن اللاعبين لا ينتقلون. فإذا شوف أنت الآن أنه عندك أنت 4 منطقة جزاء الأساسية اللي هم الفريق الأسود هم مدافعين، وزملائهم هاي المنطقة الجزاء الثانية زملائهم مهاجمين، وبالعكس هنا يكون عندك الفريق الأصفر مدافع منطقة الجزاء الثانية اللي محددة بعلامات، وزملائهم يعني مهاجمين، فيكون اللعب 4 ضد 4 فمن يحق للاعبين أن يتنقلون. كل 4 ضد 4 تلعب بمكانها، المدافعين يحاولون إيصال الكرة للمهاجمين وهم تحت ضغط المهاجمين الفريق المنافس، والمدافعين يحاولون يمنعون المهاجمين من التسجيل في الهدف وإعادة ربح الكرة وتحويلها أسرع ما يمكن إلى زملائهم المهاجمين في ساحة المنافس. هذا كل ما في التمرين. تلعب على 4 أهداف بالبداية، كل فريق يهاجم هدفين ويدافع هدفين بس، ثم بعد هذا تعطى فترة راحة جيدة ترفع الأهداف 4 ويبدأ اللعب على هدفين واقعين أبعاد بنفس الطريقة، أنه المجموعة اللي تلعب بمنطقة الجزاء الأصلية ثابتين بيهم مدافعين، هم الفريق مدافع الفريق الأسود والأصفر مهاجم، منطقة الجزاء الثانية اللي محددة بالعلامات بالعكس يصير الأصفر مدافعين والأبيض والأسود مهاجمين، لكن اللعب يكون على أهداف كبيرة واقعية ووجود حراس المرمى، هناك هدفين، هناك كرة، هناك مجموعة لاعبين، مجموعة جيدة عندي من اللاعبين 16 لاعب، هناك اتجاهين بالكرة، هناك تحول. فشروط اللعبة موجودة الآن وبسيطة وواضحة. بعد ذلك لما ينتهي هذا اللعب افتح اللعب وصير اللاعبين يتحركون بحرية في منطقتي الجزاء. فإذا التمرين أول أخذ 10 دقائق، التمرين الثاني 10 دقائق، هذا التمرين نعطي 15 دقيقة، يصير 35 دقيقة من أحسن تمارين اللعب بكرة القدم. هذا سئلت فأجبت عن التدريب في أبعاد منطقتي جزاء، يعني 2 مناطق جزاء الأصلية ووحدة معها تحدد بالعلامات. هذا التمرين 3 فعاليات في فعالية واحدة، هي اللعب 4 ضد 4 و4 ضد 4. بالأخير يصير اللعب 8 ضد 8 والحركة حرة بين الساحتين، أي بين منطقتي الجزاء. شكرا جزيلا، أنا دكتور موفق المولى، أتمنى لكم السعادة وأتمنى لكم الشفاء العاجل من أي مرض وأي شر مستطير، وصلى الله على سيدي رسول الله.